Mas em que fã da Balmuja? انا اليوم في كارتاج عملت اكثر من 50% بوبليك. انا اليوم في كارتاج عشت الحلمه نتاعي كيما حبيت. انا اليوم في كارتاج غنيت غنيت الالبوم اللي ضحيت على خاطرهم برشا سنين من عمري. انا اليوم في مهرجان كارتاج سكرت برشا فيم. انا اليوم في مهرجان كارتاج ظهرت وبكل فخر لان جو سوي كابابل دو جيري ان بون سبيكتاكل على مسرح كبير كيما كارتاج. وظهر لي ما كذبتش كيف قلت نحكي وبعد العرض. لا هذه شنو يتنجم تجاوب النقاد اللي قالوا لينا بن علي واش ممكن في كارتاج؟ انا قلت لهم ديجا لا ميوزيك معناها فان لار اي لو سبور اون اون بارل با سا سو في معناها مرحبا بكم سور لو تيران. هذيك البصه الوحيده اللي نجم نجاوب فيها ونعبر فيها. فرانشمون جو بو با ديسوندر ان نيفو دو ريبوندر ا دي كريتيك اللي هما ما كاينوش ما كانش نقد بني كان مبني على دي enfin je veux dire هكاك عندهم الحق خاطر يا دي جون ساعة بربي نحب كل حاجة بلي خنفضها فرد مرة خاطر شو هي محلية على الاخر الكنية عجبتني يعيطولي الطفلة اللي تغني بالانجلي حتى كيوقفوني ناس في الشارع باش يتصوروا معايا قالوا ليه بنا لينا بن علي ما نعرفوهاش واحد ان راهو برشا عندي جمهوري اما يعطولي تيل تغني بالانجلي انا فرحانه بها الكلمه ساعات يبيع عليهم الاسم وعندنا دو شانتوز لينا ودو شانتوز بن علي معناها فهمت معناها كاسم ياسر بار كونتر فرحانه نحب نقول جمهوري نحبكم برشا فوزيتي على اوتور كيف جيتوني شجعتوني شجعتوا بنت بلادكم فوزيتي على اوتور وقت اللي تفاعلتوا معايا فوزيتي على اوتور وقت اللي خليتوني اليز ونحكي معاكم مالكريك التراك اللي صار لي كل شيء سي نورمال سي اون اكسبيريونس وحدها ما تنجم تتحط مع حتى اكسبيريونس اخرى بالحق كارتاج يقعد كارتاج. هل تعتبر روحك اللي طلعت اليوم على كارتاج انت ومجموعه من الشباب هي فرصه للشباب؟ سوني كو لو ديبي احنا هذاك شنو حابين؟ انا معناها حملت في ظهري برشا كلات باش اللي بعدي ما يتعذبش نورمال. ميسيل جاسوم باردون احنا اليوم هما غدوه. هاكا على الاقل نحلوا البيبان وهاكا وريناهم اللي الشباب اللي خاطر برشا عباد يسخالوا كارتاج سان كادو دو روتريت ويقول لك صغير وما صغير وواحد مش حتى نحكي على روحي نحكي على نضال يحيوي هاكم تسمعوا تبارك الله اللهم صلي على النبي الصوت يقشعر البدن وموزيكا معناها تشرب لها الاذهان هكا صحيحه؟ ها صحيحه ما غلطتش فيها هنا والعربيه ما يسالش زيد زويري ابدع وكل فوكال اللي جيبهم وكل فيولون وكل الدنيا وكل جيتاريست العزيز الغالي غسين فندري on a prouvé quand même qu'on vaut quelque chose on vaut beaucoup de choses مش حتى quelque chose et vous pouvez compter sur les jeunes خاطر les jeunes d'aujourd'hui c'est le enfin c'est le futur de demain voilà.